مرة كنا مع نيافة الأنبا سرابامون اللي كان رئيس دير الأنبا بشوي اللي كان راجل قديس ده، كنا منتظرين البابا شنودة ساعتها. أنا فاكر كانت الساعة 6 الصبح وأنا كنت قاعد معاه لوحدي لغاية ما سيدنا يخرج، فقال لي لقي عصفورة كده ساعة 6 الصبح عصفورة كده تمشي قدام. قال لي عارف العصفورة دي؟ لو قلنا لها تروح تشرب كل مياه الأنهار ومياه البحار ومياه المحيطات. فأنا ضحكت، إيه العصفورة اللي هتشرب كل مياه الأنهار وكل مياه البحار وكل مياه المحيطات؟ فقال لي لو تخيلنا إن العصفورة دي كلفناها تشرب كل مياه الأنهار وكل مياه البحار وكل مياه المحيطات هتخلص الموضوع ده وتكون لسه الأبدية في لحظتها الأولى. بصوا لي كويس يا أحبائي، وتكون لسه الأبدية في لحظتها الأولى. إحنا أوقات مش بنتخيل يعني إيه الأبدية ويعني إيه الغضب الآتي ويعني إيه النار الأبدية. وكلام القديس يوحنا المعمدان صوت صارخ في البرية، كل شجرة لا تأتي بثمر تقطع وتلقى في النار الأبدية. وبعدين قال لي حاجة تاني، قال لي أصعب حاجة في العذاب الأبدي هو ديمومته. لما واحد فينا يكون عنده مرض أو عنده تعب يقول لك بكرة خف، لو واحد رجله اتكسرت يقول لك هاخد فيها 6 أشهر وهقوم. إنما لما يكون عذاب دائم ومفيش أمل ده أصعب حاجة في العذاب، أصعب حاجة في العذاب. عشان كده يا أحبائي يوحنا المعمدان في ثالث حاجة كان يحذر من الغضب الآتي، يحذر من ديمومة العذاب الأبدي.